مساء الفل، معاكم محمد يونس. فيديو جديد، لايف جديد طبعا بالتاكيد يا جماعه. هنتكلم عن وضع الاحداث اللي دايره في الشارع المصري، هنتكلم عن النادي الاهلي واخر التطورات بالنسبه للصفقات، قائمه الراحلين، قائمه كمان اللعيبه اللي ممكن يستقطبها النادي الاهلي اللي هي طبعا الصفقات. هنتكلم كمان على نادي الزمالك واستعداده للموسم الجديد، وبالنسبه للصفقات المهمه والمتميزه اللي بيحاول يبرمها نادي الزمالك. هنتكلم كمان على مشكلتين كبار جدا في نادي الزمالك، مشكله خالد بوطيب وازمه طبعا القيد، ومشكله اجاوش طبعا مساعد مستر فيريرا. هتكلم كمان على قصة الشيبي اللي ما بتنتهيش، تقريبا بقى لنا سنة من شهر 6 اللي فات داخلين في سنة بنتكلم في نفس القصة في نفس القضية، وخلاص اللعبة توقف لمدة 6 مباريات وغرامة 100,000 جنيه. فنادي بيراميدز بحاول يستأنف القضية، او بحاول عفوا يستأنف العقوبة وان هي تتخفف، يعني تبقى الوضع افضل من كده بالنسبه لاداره نادي بيراميدز واللاعب محمد شيبي، لانه هو طبعا من اللعيبه المتميزه واللاعب اساسي وهو افضل باك رايت. ده من وجهه نظري مع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد في الدوري المصري، معاهم كمان عمر جابر. عايز اتكلم كمان على حاجه طبعا مهمه جدا 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 طبعا، الا وهي مارسيل كولر وتصريحات مارسيل كولر ان هو محتاج لعيب اجنبي بشكل متميز جدا خاصه في مركز المهاجم بعد فشل صفقه محمد كونوتي. كمان بالنسبه لزين الدين بالعيد، خلاص يا جماعه هيصل القاهره في خلال 48 ساعه، يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. تعال بقى نبدا اخبارنا. النادي الاهلي في حاله استقرار تام، في حاله تركيز على مباريات الدوري، لان مباريات الدوري عنده تارجت وعنده وضع لازم ينهي الدوري طبعا في المقدمه كالعاده، وياخد طبعا الدوري المره ال 44. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. على الناحيه الثانيه ايضا نادي الزمالك بيحاول يعدل من موقفه ويكسب مباريات الدوري كلها المتبقيه، ينافس على المراكز الاولى، لان صعب جدا نادي الزمالك السنه دي ياخد الدوري في وضع المشاكل ده، كم المشاكل وكم الاصابات وكم الوضع الاداري المتلخبط في نادي الزمالك اللي بدا يفوق نادي الزمالك بعد طبعا اداره حسين لبيب وجهاز طبعا او تشكيل المعاون ليه، سواء من اعضاء سواء من فنيين سواء من كوادر ليها علاقه بالوضع الاداري والشؤون القانونيه في نادي الزمالك. ده بالنسبه لنادي الزمالك. نرجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي فشل صفقه محمد كونتي. ليه؟ النادي الاهلي جاب اخر 3 سنين محمد كونتي اصاباته كتيره، ما بيشاركش بشكل كبير مع نادي مع منتخب بوركينا، لاعب من اللعيبه كويسه وكل حاجه، بس مستواه في تذبذب، مره في التوب ليفل، مره مستواه نازل، مره مستواه متوسط، فلاعب مستواه مش ثابت، مستواه متذبذب. فده من اللعيبه اللي من الصعوبه النادي الاهلي يتعاقد مع النادي الاهلي عايز لاعب كبير، وذكرت قبل كده اكتر من مره النادي الاهلي حاول يخلص حمد الله، حاول يخلص بغداد بنجاح. اللعيبه دي احنا عرفناها وشفناها وعارفين قد ايه امكانياتهم عاليه جدا، فالنادي الاهلي بيحاول دلوقتي ان هو يجيب مهاجم كبير، مهاجم مميز جدا. وخد مني، النادي الاهلي خلص مع اسامه فيصل، النادي الاهلي خلص مع اسامه فيصل نجم النادي البنك الاهلي ونجم نادي الزمالك سابقا، اللي النادي الاهلي خلصه بتفعيل بند ان هو طبعا كان اخده سنتين بنيه البيع، ويخلص اللاعب الموسم اللي احنا فيه ده في اوله، خلص اللاعب وبقى دلوقتي ملك نادي البنك الاهلي، وقرب جدا جدا ان يخلص في النادي الاهلي ومدى رغبه. لسه المفاوضات مع النادي البنك الاهلي. اسامه لعب جامد جدا وافضل من مودست، وبخير بديل ليه وسام ابو علي، لان لعب هجام وقوي ومش هكلف خزائن النادي الاهلي كتير، ولعيب من اللعيبه المتميزه. بس هو هل ده يرضي جماهير النادي الاهلي؟ لا، جماهير النادي الاهلي يا جماعه عايزه مهاجم اجنبي سوبر. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده كاس العالم 25 في الولايات المتحده الامريكيه، هيبقى جامد جدا، فرقه جامده جدا في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي امريكا الشماليه وفي اسيا، وفرقه حدث ولا حرج. فالنادي الاهلي عايز يبقى عنده سكواد جامد جدا، عايز يبقى عنده لعيبه مميزه جدا، خاصه في مركز في المركز الهجوم، لسبب لان ده من افضل الاسلحه ليك ان انت تعرف تكسب بيه. اجنحه، النادي الاهلي عنده اجنحه مميزه، بس ايضا محتاج لاعب واثنين جامد. يعني بعد خلاص ما الراجل ادى الضوء الاخضر ان طاهر محمد طاهر هيمشي من النادي الاهلي وقربه من نادي الزمالك، فالنادي الاهلي هيبقى عنده يعني لعيبه قليله جدا في مركز الاجنحه بعد رحيل قندوسي، بعد رحيل كريستو، بعد رحيل طاهر، هيبقى عندك حسين الشحات، بيرسي تاو، وبرضه ممكن ما يستمرش،
وطبعا المتميز جدا رضا سليم واحمد عبد القادر، اربع لعيبه فقط. طب لا قدر الله لعيب اتصاب منهم او لاعبين اتصاب منهم، هيبقى في مشكله، لان النادي الاهلي بيلعب في اكتر من 5 6 بطولات طوال الموسم، فلازم لاعب سوبر، لاعب كبير، لاعب مميز بيلعب في مركز الجناح. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لوضع النادي الاهلي. زين الدين بالعيد خلاص يا جماعه خلصت الصفقه مع النادي الاهلي، والراجل هيوصل القاهره في خلال 48 ساعه، تاني يوم تالت يوم العيد باذن الله، باذن الله النادي الاهلي هيعلن التعاقد مع زين الدين بالعيد. فكل التوفيق ان شاء الله، لعيب كويس قوي، لعيب متميز جدا جدا جدا. اللي زعلان عليه احمد قندوسي ان بيلعب اساسي مع منتخب الجزائر، بيلعب اساسي مع منتخب الجزائر، يعني لاعب ليه دور، لاعب مهم، لاعب قوي، من اللعيبه المتميزه جدا. ازاي مارسيل كولر ما يعتمدش عليه؟ ازاي مارسيل كولر ما ياخدش حد بامكانيات اللاعب الفذ المتميز احمد قندوسي ويستمر معاه؟ يعني انا شايفه لعيب من اللعيبه الجامده جدا، لعيب من اللعيبه المتميزه جدا، وبياخد كام؟ 450 الف دولار في الموسم، فده رقم قليل بالنسبه للاعب محترف او لاعب اجنبي. فاحمد قندوسي مظلوم في النادي الاهلي، احمد قندوسي انا شايف دوره مهمش في النادي الاهلي. مارسيل كولر بنسبه 85% مش هيعتمد عليه الموسم القادم. اللاعب جاي له اكتر من عرض، جاي له العرب القطري، جاي له ايضا نادي بيراميدز، جاي له نادي الوحده الاماراتي، جاي له نادي التعاون السعودي، جاي له انديه كتير جدا. ده بالنسبه لقندوسي. بالنسبه لالي ديانج، رسميا ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اخر 5 6 ماتشات في الدوري هيلعبه، اهله هيجهزه بحيث ان اللاعب يبقى جاهز وفورمته جاهزه ان يتباع بسعر مغري او سعر مميز بالنسبه لي اليو ديانج. فكده كده مش مكمل مع النادي الاهلي وخارج التشكيل للمباراتين ثلاثه الجايين بالنسبه للدوري، وده عن ثقه بنسبه 1000000%. طيب عايز اتكلم كمان بالنسبه للمستبعدين من النادي الاهلي او الراحلين، طاهر محمد طاهر، خالد عبد الفتاح، محمد ضيا كريستو، محمود الزنفلي، وانتوني موديست، واحتمال كريم نيدفيد، احتمال كريم نيدفيد بنسبه تتعدى ال 50%. نطلع من النادي الاهلي نخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك في حاله استقرار فني، عنده زيزو بعد عودته، بعد عوده شيكا، عوده كمان عمر جابر من الاصابه، مصطفى شلبي من الاصابه، الفريق بقى جاهز لمباراه الدوري، والفريق محتاج اكتر من لاعب. الفريق محتاج جول كيبر متميز جدا، محتاج سيرد باك او اتنين مميزين جدا مع حسام عبد المجيد والمسلوسي، لان محمود علاء غير مقنع بالمره، معها يعني ياسر حمد برضه انا شايفه قليل جدا. ناحيه اليمين محتاج بكرات مميز، ناحيه الشمال محتاج باك ليفت مميز، في نص الملعب محتاج ديفندر بشكل كبير جدا، محتاج واحد او اتنين جناح، محتاج مهاجم، محتاج 8 لعيبه نادي الزمالك. فكل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. جوزي جوميز كمان مدرب مميز طبعا، بعد حصوله على الكونفدراليه عمل ثبات وعمل قوه لنادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق لنادي الاهلي، واحلى مساء لكل المصريين.